بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، وصلاة الله وسلامه على الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام يا دمان حجبان وقلها شعبك شعبي الصومالي من كستو أي جوغان قيبه سكال الدون أو بير لي حول لي حتى قيبها كال الدون بلشد أيكا كان سنتي كسمي سنتهاي وسلامي يا سلامك بعدي وحان حرام هري هران إن إذا كعض شعبي أنا عذر دارته أنا يقول ما إيهن قف أو ميدي إذا خد حبضا أو أما كهذا الكهذا أما قلب كانت أيام هن برهب الشديد يو أحكي قلب قلب ما أنا نهين حسي يا شيء وحا يقص باي ظروفها أيام هن هدي مرور بعدي أركتان وأحكي لما أها أجد واجباتي كان كهوس مريا هدي أنا الإذن للسعودين لبت جرت أيامها ظروفها قاكة قلة كل هي إن شعبي إذن شعبي ما تري ظروفها وكجر أوجد إن المر والبوحي لب أجر أنا إذن سو قارسيو وواجب إسارا ما دام أي أمانة نقول تهي وقامين تا قل هي إن عدكين أنكو حد لين ساد رادد بان صنو نقشة بلاتي مكتوبة عذر دارنا هدي أنا إذن كبت بتي وأنا وجدد أن وحي تهي إن أن لبت جرت أن إذن شعر وحان إذن حسوسين يا إن ورقت حفيز كان حفيز قدون كسر بعد بيش صدق كذي قدرك حان لما تلياش إذا ما ذكرت كسيلة أن كور جريني أنا شجني حسوسيني أن يراهلو قدرك بقول إلا وعطني تضبع الدستور كأفر يا إن إذا ما ذكرت كسيلة أي أي أحدان لحد حد أي سنمرنا كمل من قرب سياسات عمل إن عكلا عين وجن جرسنين هي دب هيد أو يعني دب جرتوا عن وش يعني أو مر والبقين يؤدي عن دنت جود دلكا أيوة إلى عنا هي دستور ك هي شروع ده يعني حل كاس هو حل دستوري أه أو أي مرة تمر وانا كوش قيان هاد مرك أي كؤدي قيان عم أي كهول قليان كلها شعب كان إنا هو كان سمان دستور ك هي حوسات ك هي حوسات ك كلها شعب هو كده سادرادت ايا ميسي خصوصين تاسي ما مالدا دويد ان سميني وحا جرتي ان مرتا حالي عن لشري ترياشا اذا ما غلط سيدا ترياها بوليسكا ترياها اسلوبتا يو تريا هيجينكا لو سويدا يو اباندو لها حوك الدلكا او ان حدنا مر لوات سي خصوصي ان ارمها اي كسعودين ان مانتكا هو قلان ان نبتا كجرتا ان وشيري أي صفة عن نقص في السرية أنحسوسية إن مرت أي حاكي أذان قرب سياسيين أي نقرن كذب كستوي ماذا قفكي أي أمر أي تقاضن أيان أي أشياء قاموا في الشرع إذا وحي فلين كران وحي نفلين كران حسي يا شيء ماشي كتب حين دبني يقوم صار نقول هوا شو هالك هالك زي هالك زي توقف ساك ما كان ماشي أو عن عن تري أنا إيوه بدي أقول فين كان هذا سعني إيوه كالي شيء إيوه فكان تيجي إلى السعودية هي دور قفادة إلى هذا إلى هذا هدي الكوري هاي إلى هذا بدون كذا دور كوي تون قفادة ودرع هذا وحن الوجو جير هذه مقدسة وحاليري حالك المرد في سيد كاميشن الوجو جي وان ويتيني ورجال هيك الشعب يقع السعودية يا أمرك إنسية إن المرد سيد عن أقلين إيو حال قلع وزير كأمن قاع نسيو وحس صحيح أنا كأموشي marka arimaha waxa way golaha shacabka oo aanan kan galitaankii sarbni waa hadana sida loo galay amar bixintii aan xusuusiyay qofna dhahayna waa nin general ah marka arimahaasna si darro weeyaan in marka lagu kaco waxa kale oo inta dheer in marka kumaanku ciidan ah lagu soo daajiyo magaalada iyo golaha shacabka oo shacabka dhan u jeeday dadka dhan u jeeday waxaan si darro ah hadan in diidaado golihii shacabiga ayaa gudoomiyey golaha shacabka ayaa wuxuu qabsaday golihii shacabka oo haddii Allahu annabi aleykum ma koobi toban qof oo askari baan ku qabsan karaa golaha shacabka marka arintaasii waxa weesay u muuqato waxyaabo kale loo la dandeeyay dhaftaas inaad ogaataan waa lagama maarmaan waxa kale oo dhacday in marka qodobka 38aad ee heer hoosaad wuxuu سيقي حان أشيريا إن قف عسكري أح عن سو قلي كرين عيدان أح عن سو قلي كرين قلاها قدي هيسا هيا دو عمر عن لغا هيسانين حب دورها أو أحل سارا أو أحل سارا أسوكو شقينا أمر قدوميها
abdhowraha u xisaaraan qofka soo galaya marka loo baahanya inuu soo gal la yidhaahdo hase yeeshee markaan meesha galay waxaan ugu tegay meesha oo magciisa konto mey lixda mey wax ka badan oo ciidan ah oo golaha gudaha meesha xildhibaanada ku jira oo haddana xeendaabyo samaysanayo oo meesha ku howlay arrintaas waa arrin aan loo qaadan karin anigu naftigii xataa ciidanka guddoonka aniga ila socda xataa oo dhar cadka ah iyo dhowr qofooda oo amisool ah waxay fariistaan kuma soo dhawaadaan meesha kulanka oo fadhiga oo xildhibaanada waxay fariistaan xafiiskayga gadaal ay nagu sugaan marka arrin oo aan la yaabay noqotay markii dambe aan idhi meesha laga saaro waxaa intaa dheer in haddana boqol xildhibaan in ka badan in loo diiday albaabka inay soo dhaafaan dibadda meesha baabuurta lagu hayay ayay sii joogeen marka waa jawaari baa wax qabsaday golihii shacabka qabsaday gudoomiyihii golaha shacabka wuxuu qabsaday golihii shacabka waxay la mid tahay madaxweynaha madaxtooyada qabsaday oo kale marka waxaan wax lagu qosli waayo wax lagu hadla ma aha waxaan aada iyo aada uga xumahay wararka noocaas oo kale oo la bixiyo iyo kumaan kunkaasoo ciidan oo loo soo bixiyey dhowr xildhibaan oo shiraysa loo soo bixiyo oo haddana dabaabaadkoodii waxooda dhan wataan in la yidhahdo golaha shacabka ayaa gudoomiye qabsaday ama markii dadkaasi oo loo baahdo markii cadow baa lala diriraa la yidhahdo kumaan kunkaasi meesha aan ku arkayn xalay ilaa maanta aan la helayn waa nasiib daro taa iyadana ah marka sidaa daraaddeed waxaan shacbiga ku wargelinayaa ma jiraan wax oo marka ma jiro wax oo waxyaabaha ay maqleen iyo wax lala diriray iyo qof oo ciidan aho gacan qaaday wax ma dhicin alxamdulilah waxyaabaha oo meelaha lagu soo qorqoray iyo sharootooyinka lasoo dhadhijiyey meeshii ay ka dhacday anaka meel waxaan ka naqaano maaha intaasoo dhan waa masabid waxa loola jeedana waa waxyaalo kale waa nasiib daro aniga oo cudur daaraya dhammaan taliyayaasha oo arrintaas ka hadlay waayo culays xugle baa saaran marka haloo naxariiso wax kastoo ay maalmahan ku dhacaan insha allah waa walaalo fiican waan aqaanaa aqoon fiican bay leeyihiin waan ogahay sharciga inay yaqaanaan laakiin duruufo iyo culeysyo badan oo kadeed ku haya ayaa jira marka shacbigan waxaa anaa ugu cudur daaraya saaxiibadeyda waa niman fiican oo shaqadooda yaqaana ciidankeena waa ciidan fiican yani ciidankii maanta socday askarta wax dhibaato ama jira laakiin amarada la siinayay ayaa qalad ah marka waa intaas aan kusoo gabagabeeyo maanta inta dhacday intaa ahayd marka golaha markii dib loo furi doono iyadoo aan ku dadaali doonaa in iyadoo labada garab ee bare ee xildhibaanada aan isu keenay iyagoo raalli ah wax kastoo ay ku heshiiyaan baarlamaanka ayaan u furo ayaan ka shaqaynayaa ayaamaha soo socda haddii al yidhahdo idinkana waxaa idinka codsanayaa inaad ducada noo badisaan ilaahay noga baryo carrigan iyo ummaddan soomaaliyeed si rabbi raalli ka yahay oo annakana noo roon ilaahay inuu noo sahlo ducadaasi yaan la joojinin hala wado yacni waxaa jiritaanka golaha shacabka ayaan aada ugu walwalsanahay waxaan rabnaa shaqooyinkii iyo howlihii iyo xooggii aan soo gelinay oo heerkan aan ku soo gaarsiinay inaan sii wadno haddii alla idinku